جاك دورسي المؤسس المشارك لتويتر وبلوك يتوقع أن تصل عملة البيتكوين إلى مليون دولار وأكثر لطالما أظهر دورسي دعمه للبيتكوين، حيث كان يرتدي قمصان ساتوشي ويتبرع لمطور شبكة البيتكوين ويتحدث عن مزايا العملة المشفرة. وفي آخر مقابلة له في بايرت وايرز عندما سئل دورسي عن سعر البيتكوين في عام 2030 ضحك قائلاً: لا أعرف أكثر من مليون دولار على الأقل، وأضاف: أعتقد أن تصل البيتكوين إلى هذا الرقم وتتجاوزه. وصف دورسي بيتكوين بأنها نظام بيئي متكامل، مشيراً إلى أن أي شخص يعمل عليها أو يتقاضى أجراً بها أو يشتريها لنفسه يجعل النظام البيئي بأكمله أفضل، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ومن المؤكد أن دورسي نفسه لم يبخل في العمل على نظام البيتكوين البيئي، حيث استثمرت شركته للمدفوعات بلوك مبالغ كبيرة في العملة المشفرة وتطوير المنتجات بما في ذلك محافظ بيتكوين ورقائق التعديل. للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.